السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا في قناة تربية الحسون، الصفحة الرسمية معكم جلال. صلوا على رسول الله ليصلي عليكم عشر. إخواني أخواتي، اليوم راح نزيد نقوم بخطوة أخرى إن شاء الله لكي أعلمكم طرق الترويض للحسون. هكذا أفعل مع حسوني وأترك له باب القفص كما تشوفوا مفتوح، لكي أترك له المجال به يخرج بنفسه ويقوم باختيار عملية الاستحمام كما يشاء، وإن شاء الله خير. إخواني في طريقة الترويض إن شاء الله تشوفوا موضوع جيد جدا، وبالتالي سأعوده على الاستحمام في يدي لتبع طرق إن شاء الله ينجح معي. ونشاهد معا إخوان الحسون متردد إن شاء الله من الخروج من القفص، وهو ما تخوف في اليوم الأول. يعني إن لم يرد الخروج في اليوم الأول فلا تجبره أخي المشاهد، كل يوم تحطه كما هكا مقابل الماء، هو شيئا فشيئا يتعلم لك الخروج من القفص والذهاب لكي يستحم بطرق تكتيكية إن شاء الله. كما ترون إخواني في اليوم الثاني إن شاء الله أراد الخروج، وسنشاهد معا إن كان في هذا اليوم الثاني يخرج للاستحمام أم يخاف. إن شاء الله خير، نتابع معا لحظة خروج الحسون إن شاء الله. بسم الله ما شاء الله، هو يشاهد إن كان هناك خطر أم لا. كما تشاهدون معكم جلال في تربية الحسون وترويض الحسون إن شاء الله، فالحسون أصبح يستحم في يدي وعادي جداً.